فجيت الناس مستغربه بتقول هدول بدهم يفطروا بالبحر. لا يا بابا لا. مرحبا يا جماعه، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. قبل ما نبلش بهالمقطع بدنا نصلي على النبي اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا اليوم صحينا من الصبح انا وماما وبابا وجوليا ولانا، كنا نزين البحر لانه البحر كتير كتير حلو بجنن. فانا من حد ما صحيت انا اول وحده قلت بدي اسبح، لي ماما قالت خلص وانا بدي اسبح، وجوليا وبابا كلهم صاروا بدهم يسبحوا، فهم نزلوا البحر. طبعا انا نزلت في البحر كتير كتير بجنن حلو كتير، فنزلنا وكتير كتير انبسطنا. فانا حكيت بدي افاجئهم، فهني بدي اصور لكم اياهم هم بيسبحوا جوا، وبعدين بحكي لكم عن المفاجاه. زي ما انتم شايفين هناك بيسبحوا بالبحر، ايوه ماما وبابا وجوليا كلهم بيسبحوا، هي مبسوطين. زي ما انتم شايفين البحر كتير واطي، فيش فيه ولا موجه. زي ما انتم شايفين البحر كتير كتير حلو. خطرت لي فكره اني اعمل لهم فطور جوا البحر. انتم متخيلين لاول مره بدنا نفطر جوا البحر او ناكل جوا البحر؟ انا ما حكيت لهم، فانا من لحالي هيك اجتني هاي الفكره، وان افاجئهم يعني، وراح يكون شيء كتير كتير حلو وحماسي انه لاول مره بدنا نفطر جوا البحر زي ما حكيت لكم، او ناكل جوا البحر. هو فطور طبعا لانه احنا ما فطرنا، صحينا شربنا كل واحد كاس نسكافيه ونزلنا. فانا بدي افاجئهم ان شاء الله، وراح تشوفوا رده فعلهم. فانا قلت ليش ما اصور للمتابعين، لاصور لكم، واحنا طبعا كلنا نازلين بالبحر. فيلا خليكم معي وحطوا لايك واشتركوا في القناه، خليكم معي يلا. وهي زي ما انتم شايفين عشان جيت اصور في الخيمه صارت فيها لوايس وميه. ويا جماعة انتو عن جد يمكن مش متخيلين قديش انا متحمسة. طبعا انا بدي هينا ابلش بالفطور، بدي اعمل له مفطور كل شيء. جوليا اجت، شو مالك جاي؟ صوري؟ بصور. شو انت طلعت على البحر؟ طلعت من البحر لا طلعتي؟ فقدناكي. طلعت من البحر لا طلعت؟ انا طلعت عشان اعمل لكم فطور جوا البحر بس. واو فكرة حلوة كتير صح؟ كتير كتير كتير. بس انا ما بدي احكي لماما وبابا. انت هالقدك تروح تسبحي؟ طبعا ايوه بدي اساعدك وبنزل انا وانت. انا كتير كتير والله متحمسه يا جماعه، انا كتير حمستيني اول مره. فانت بدناش نحكي لماما وبابا، طبعا انت بدك تضلك قبالي هنا تساعديني. اوكي طبعا جبنا زي ما انتم شايفين، انا رحت على خالتي بسرعه توا وجيت منهم هذا السدر، ما خليت ماما وبابا يعني بسرعه، جيت بسرعه ورحت بسرعه. جبت هاي الصينيه شطفتها، حكيت يمكن صينيتنا هي رقيقه شويه يمكن مع الميه تهبط او تعدي لأنه... عليها ميه كمان. فهاد يعني بضله اتقل شويه منها. هاد شريط عجين. فشو بدنا نعمل؟ بدنا احط لبنيه وفلفل وزيت وشاي، يعني فطور عادي كانه فطري. نعمل شاي ليش؟ يمكن تيجي عليه مية. لا تعمل الشاي يعني؟ حط بس لا ما بتيجي عليه مية، خلينا نعمل شاي. هاي جوليا بلشت تعمل بالشاي وانا بدي احضر اللبنية والفلفل والزيت. يلا زي ما انتم شايفين دبت الغاز برضو سكر. شو يا جوليا؟ بده مسيح اصلا الغاز. طب سلاف حطت الفلفل، يمكن مكترة فلفل يا سلاف. مكترة عادي بضله بتربش. حط الزيت. اللبنيه طبعا مش ملاقيينها، صرنا ما مخبيها طبعا، لقيتنا ندور عليها. هاي الشاي على الغاز وغلا، هاي الشاي غلا وفلف طلعت فرشودة. جيب من المطبخ زي ما انتم شايفين عايم، لسه بده ترتيب، حنتحمم ان شاء الله ونرتب. هاي فلف اجت، لقيت يا جماعه هاي اللبنيه. انا متاكده ماما وبابا حينبهروا، فقدونا وما صاروا. قلت لقيهم جوليا وسلف ايش بتسوي؟ معقول راح يغيروا هيك؟ راح يغيروه؟ ما مستحيل، وما بحبوا البحر هيك راح يصير يقولوا. غلى الشاي؟ غلى الشاي. يلا كويس. طبعا بدنا ناخذ معنا مي حلوه اهم شيء لانهم راح يغطسوا، فاحنا بدنا نعبي قنيه مي وناخذها. شفت زل ميتها؟ حطيت اللبنيه هين وجهزتها، وانا بدي عليها الزيت. عندي حمص الخبز عشان ياكله. نجهز الكاسات، زينا السفره وظبطناها على الاخر، حطينا الفلفل زي ما قلنا لكم، اللبنيه، الشاي والخبز، وهي الكاسات. وجوليا طبعا بتحمس هي بالخبز. يلا يلا يا جوليا، انا متحمسه افاجئهم واشوف رده فعلهم. متحمسه طبعا ناكل بالبحر لاول مره. شعري شو وشك عشان انصبحت. يلا يلا يا جماعة بحكي لجوليا، انت حمصتي يمكن كتير خبز زي ما انتم شايفين. هان يمكن سبع ترخ فحمصت وهذا التامن. بدناش نضلنا نطلع من البحر. فشو بتقول لي يزيد ولا خس؟ بدناش نضلنا نازلين وطالعين. انت
هوا صارت صارت هواية كتير كتير قوية زي ما انتم سامعين. الطيران طيارات الاحتلال يعني الصبح صحينا على أحزام ناري، كان كتير كتير قوي. ثم الحمد لله يعني بعين علينا انه بعيد شوية عنا، بعيد ما شاء الله. يلا لا وين وين وين، استنى تعالى. هاي السلافة تعبي المية. يلا يا السلافة بسرعة تأخرنا كتير. والجيت ان شاء الله بدنا نروح. يلا بس ما تجي موجة تدب كل الاكل مية لان البحر صار كتير كتير كتير. خلاني افكر بهذا الاشي. كتير يعني كتير كتير واطي زي ميت يعني فيش في موج من الماء. في حد جاء بسرعة يا سلاف. ما اقول يا رب ما يشوفوني من بعيد. يا رب اشوف. ايوه بسرعة. ايوه ايوه دايرين وجههم كمان كويس. يلا سكر الباب من جنبه. يلا بدي افصل شوي. يلا يلا بسرعة بسرعة يا سلاف بسرعة. يا جماعة مين زينا بيفتح هيك على أول مرة بيفتح؟ مش عارف أنا. لقيت الناس مستغربة هدول ايش بدهم يسووا؟ هدول شو مسويين؟ لقيت الناس مستغربة بتقول هدول بدهم يفطروا بالبحر؟ يلا شوف صوري ماما وبابا. ماما وبابا أنا مش شايفة طبعا. لقيت نصورهم. لا أنا بس مطرح ماما وبابا. احنا طبعا حطينا لبنيه وفلفل. بقول يا جوليا نحط زعتر ودقه بتقول لا خلص احنا نحب اللبنيه اكثر. يا رب بسم الله بسم الله رحمة الله. سلاف امسكي يا سلاف هاتي انا اشيلها. اسمعي لا انا بشيل. يا سلاف هاتي انا اشيلها يا سلاف. بس نوصل لعند بنحطها على الميه. حاسه ايدي صارت تجعني يا جماعه. ما سلاف دير بالك الميه تيجي على الاكل. يلا احط واحد اثنين ثلاثه. لا يمكن حاسه بدها تقع. لقيت اللي في البحر مستغرب كتير. لا يا سلاف سلاف يا الله متحمسين كتير كتير يا جماعه. ماما شبتنا ماما شبتنا. اكل من ذاك فطرت فطرة ما فطرناش شيء. والله مجانين شاي جبنا عملنا شاي كمان وبالنعنع. ايش جبتوا بالكم؟ ايه خلص الفكره لانه ما فطرنا وقلت بدنا وكمان البحر واطي وما في موج زي ما انتم شايفين البحر واطي وفيش فيه ولا موجه. مجانين لقيتنا شوفك تطلع الميه. تجربه حلوه واول مره. يلا بدنا نطلع على الميه. معقول بدك لا لا والله ثقيله والله ثقيله ثقيله. اشوف ايش لا لا الاغنيه ثقيله من هنا عشان البراد عم زين شوي وعارفه جبنا يلا تعال تعال. طب يلا تعال جبنا صينيه. اروح اجيب صينيتنا ونحط الصدر عليها. انا جبت صينيه خالتي لانه خبت صينيتنا تهبط لانها رقيقه طبعا. لبنيه في البحر ميه كمان الاكل بالبحر هيك كمان جايبين ميه. غلبنا حالنا سلاف احنا بدنا نفطر كانه يعني بالخيمه بنفطر قاعدين. انا مصدوم فقدتونا. تعالي يا قلبوشتي تعالي قلبوشتي فقدتونا واحنا طالعين. تيجي لا عندك في موجه بابا هنا عشان فيش موج. طب فقدتونا بس يعني ما فكرناش تعملي زي هيك. انا مش عارف بقول البنات طب ليش رايحين ايش الدهب الاكل بالبحر. اوه هيك احسن من مجال الاكل اللي حاجه. سلاف امسك يا سلاف. خذي ثوره ثوره استني بس انه يروح. تعالي يا لانا تعالي طلع الاكل برا بسرعه ليه مجانين ربطكم مجانين بتحكي مجانين وبتاكل بتحكي مجانين وبتاكل. بحياة الله يا جماعة الشيات الشيات أكيد أكيد بخاف من طعمهم الرهيب. يلا طعموني حطينا عليهم نعنع. جولة حطت نعنع.
كله طعموني يلا. خمس كاسات جبنا لكل واحد كاسة. طب يا رنا طعمونا. يا زلمة. اوه هذا فطور هلقيت الساعة قد ايه 10 ونص. طب شبعنا. يا وردي. سلافة مسكية مسكولة الجدية. زولة قومي. تجربة مجنونة بس حلوة. بالذاك الأكل يعني بالبحر جربوه. بالذاك زوليا. مجانين والله مجانين. مش عارفه شو في بالهم يا بنات فكره زي هذه. ايش خطر في بالكم؟ عشان زهر شفناه واطي وشيء زي هيك. طب وانا بدي اكل. ابى اقول ناكل على السط احسن. طب يلا خلينا نروح عند قلبوشتي. يلا نروح عند قلبوشتي يلا. يلا حرام مسكينه يلا تعال. شهد زكيت على ايدي. عشان شفنا لانه البحر واطي فقلت لاول مره احنا لسه ما افطرنا كمان خلينا يلا نجرب ناخذ صوره. لا خطرت لي فكره. اوكي في عندنا جناني. في ابيض. طيب محمد على الفاضي انت صح بتفكر بس مش هناخد راحتنا بالفطور. هبل انت في مخ انا هلقيت بدي اورجيك ايش بدي اسوي. يا رب الاكل ما ينتلي ميه. انا طلعت يا جماعه صاروا يطلعوا فينا. وين هدول موديين صينيه الاكل؟ كيف بعدوا بفوتوا في البحر وهم بيعملوا برد؟ طب يلا كلي لك حمل. دبت الخبز ميه. بابا راح يجيب جناني عشان يعمل. بابا 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 انبسطت وما انبسطتش لانه مش عارفه اكل في البحر بصراحه. ما انبسطتش. انا لو بعرف هيك ما تعبت حالي يا جماعه. لا والله سلم ايديك يا سوسو. سلم ايديك. سلم ايديك وعينيك. ماما الشاي رهيب. ايش قلبوش بدك تاكلي؟ احنا طلعنا زي ما انتم شايفين اخذنا صينيه الاكل من سوسو وطلعنا لانه مش عارفين بصراحه ناكل نهائيا. فمحمد مصر ياكل البنات في البحر. لو اجى في بالهن العجل هذا كان اخذوه. كان كان ضبط. بس انا بحكي 100%. انا بحكي خلص يا محمد يعني سنة طبيعيين والله. نكسر بخاطرهن. نكسر بخاطرهن. بابا يعني. انا ما هي سوسو بتقولوا يا في البحر لدمانه بتحكي ما فكرتش زيك لو بعلم ما عملتش. لا يا حبيبي هي لقيتها حنفطر وننفطر كلنا مع بعض. يلا قوم قوم يا بابا قوم. قوم يا ورد علي كل الدنيا ولا واحد يكسر بخاطر. شو؟ كل الدنيا ولا واحد يزعل سوسو. يا حرام ممنوع تجربه ما بدش تكسر بخاطركم. اضطرين يكوتوا كمان مره البحر. الا يعملوها خلص محمد الشغله في راسه اللي يسويها كرمال خطر سلاف نزل كمان مره. سوسو سوسو خليك تشوفي قديش هو بحبك وبعزك. للوش لا لا يا لانا لانا بتخاف تفوت الميه. لا يا ماما خدها يلا فوت عشان لما نعطش نشرب يلا. والله زبطها. جنين ماجد ماجد تعال اقول لك. لا يا ماما لا اهبش الكاسات اهبش الكاسات اهبش الكاسات اهبش الكاسات اهبش الكاسات. يلا لموا الكاسات من برا. الله يسامحه. شلوها شلوها حرام لا تجرح حد. خليه خليه في السمك. خليه للسمك خلي للسمك يا محمد. خليه للسمك خليه للسمك خليه للسمك. معلش خلص يا بابا انتبه. اهم شيء للكاسات يا محمد. سدة البراد الغطاي. ايه طيح 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 طيح. الله يسامحك يا بابا. شايفه؟ هنا نصيب نصيب. ما شفتهاش.
خلي ما بيسمع كلامي. انا شوف. خلي ما بيسمع كلام رنا ايش بيصير فيه. الخبز ارميه للسما. حظن اخر طلع سوسو يا حرام. زعلش يا ماما. روح سلم ايديكي، المهم انا اكلت. المهم الفكرة اكلت انا. سلم ايديكي. انا اكلت. ولنوش كمان اكلت صح؟ الله يسامحه بابا. انا بدي اسبح من صباح. بدكش تروح نفطر نعمل كمان فطور؟ ليش؟ تزعليش، خلص عملت اللي نفسك فيه واكلنا وانبسطنا يا ماما. خلص. خلص يا حبيبي. ايش مالك؟ السلام عليكم. ايش مالك؟ ايش مالك؟ بابا ايش يا ساتر؟ بابا رجعتني بابا. ايش مالك؟ ايش مالك؟ ايش مالك؟ مش عارف بس ميه. كل هذا زعل. يا عين يا عين على السباحة الرايقة. والله صحة صحة. ايش؟ ايه؟ نعم هيك. يلا. اي. ايش مالها؟ ايش مالها؟ ايش مالها؟ منيح لقلبها قويان اليوم. يا رنا شطورة شطورة قلبوش شطورة. حسين أشطر منك بالسباحة إن شاء الله. طلع طلع رنا رنا يا وردي عدت لنا جوا. إيه بتسبحوا تحدي؟ طب يلا. أيوه يا عيني يا عيني. يلا خلينا نروح ناكل. يلا هاي سوسو يا جماعه طلعت من البحر. بسطت يا ماما؟ الحمد لله. انا عارفه نصيبنا هيك نكب الاكل ما ناكلش منه. عادي معلش لقيتها بنعمل يا ماما وبنفطر ان شاء الله ربنا. ايه جوليا بكره ضاغط. يا الله يا الله على جوليا. انت عارف اليوم سعر البكله سعر البكلة 15 شيكل، 5 دولار تقريبا صح؟ ما يعادل 5 دولار البكلة يا جماعة. فحسبنا الله ونعم الوكيل. يلا أحلى قلب وأحلى بوسة لعيون المتابعين. هيئكوا قلب وهيئكوا بوسة. حطوا لايك واشتركوا في القناة بعد. القلب هي في بلوستي ورجيهم إياه. يا عيني يا عيني. هذا أحلى قلب من لانا قلبوشتي إلكم صح؟ يعطيك العافية. يلا على التحميم عشان بدنا نفطر. يلا يا ماما يلا يا عمري يلا بدنا. والله خلاص هي حرة. بدك تاكلي؟ جعانة؟ شو بدنا نعمل نفس الأكل. بدك تاكلي؟ جعانة؟ هاتي الحصة في البحر. لا توكلنا على الله. أنت وأبوك اليوم وسوس بدي أعاقبكم أنتوا كلكم. لا خلص يا عمري حناكل هنا. إذا بدك تاكلي عدي اتحلي من المية وخلاص. يلا نعيما يلا بسرعة. ايش؟ بدك تاكلي؟ مش تسبح. طيب يا جماعة هاي قلبوشتي بدها تطلع على الحصة. تعالي مالك زعلانة؟ ليش زعلانة؟ وين بدكش تروحي؟ ساكنة وعجل. طيب وين بدك تروحي؟ تروح على التحفيظ مع سلاح. ليش تروحي على التحفيظ مع سلاح؟ بتحفظ القرآن. أنا بحفظك القرآن. يلا أنت روحي على الحصة وانتبهي مع الأنتي وما تغلبيها. طيب يا بطة؟ أنا رحت بدري. إيه؟ رحت بدري. وين؟ على الحصة. هلقيت؟ لا مش بدري. يلا بدري روحي. لا ما رحتيش بدري لسه الدنيا مش بدري. متأخرة أنت. يلا روح الله يسهل عليك. يلا الله ينجحك ويفتح مخك يا رب. يلا روح الله يسهل عليك. سلام سلام سلام. هاي سلاف وجوليا رايحين على التحفيظ. الله يسهل عليكم يا رب. الله يوفقهم يا رب ويفتح مخهم إن شاء الله ويكون يا رب يا رب كل حاجة صعب عليهم تكون سهلة يا رب. أهلا وسهلا يعطيكم العافية. جيتوا من التحفيظ؟ يلا كيف سمعتي يا جوليا؟ شايفك مبسوطة. إيش؟ نبدأ بصورة جديدة. لا؟
يلا كويس، شد حالك ها. ماشي ان شاء الله رب العالمين. اوه هلا 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 بالحلو لانا، تعالي يا قلبوشتي تعالي تعالي. الله يعطيك العافيه، اتقيت اللي جيتي ولا تاخرتي، كانك مغلبه الانتي. لو انك مش مغلبه كان جيتي بدري. ايش ما عرفتش اللي حروف السين. ايش الدعوة؟ انت اصلا رحت وما لكش نفس تروح. انا عارف هكذا كلمة الجيش عن جد والله. انت قلتي لها ليش نفس ادرس؟ سكت حالي بحكي بحكي يا بابا عمل لي المرجعة. سكت حالي حكت لي سكنك والله. البنت ما هي قليلة حكي للانتي تعدتها.